طبعا يشرفني ان انا اكون اسمي من الاسماء اللي على الترابيزه للاسماء المرشحه للمنتخب مصر. مصر فيها مدربين مميزين جدا، وسعيد ان انا اسمي موجود في وسط الاسماء الكبيره اللي موجوده مرشحه تدريب منتخب مصر. وبتمنى من اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره التوفيق في اختيار الاسم المناسب ان شاء الله.